رجال صبرهم لا ينفد وعطاؤهم مستمر، ثرى مصر ارتوى بدمائهم العطرة. عرض قوات الصاعقة. تتقدم الآن الهليكوبتر أباتشي حيث تقوم بمهمة تأمين منطقة العمل لتنفيذ عملية الاقتحام الرأسي. ترافقها الهليكوبتر أوجستا المحملة برجال الصاعقة لتنفيذ مهام الاقتحام الرأسي أعلى أبراج ميدان الجبال. تتقدم مجموعة من رجال الأكاديمية والكليات العسكرية يستعرضون مدى ما وصلوا إليه من لياقة بدنية عالية. أعلى برجي ميدان الجبال يتدفق رجال الصاعقة من الهليكوبتر أعلى الأبراج تمهيداً لاقتحامها. إنهم رجال الكليات العسكرية، صفوة شباب مصر، تم تأهيلهم وإعدادهم للعمل داخل صفوف القوات المسلحة. ويستعرض أبطال الصاعقة مهاراتهم في التغلب على الموانع المختلفة ليثبتوا بحق أنهم رجال المهام الصعبة. وما زالت موجات رجال الصاعقة تتدفق مستخدمين جميع الوسائل المتيسرة نزولاً وصعوداً من وإلى الموانع المختلفة. ونرى الآن قدرة رجال الصاعقة على إخلاء الأسلحة الثقيلة والاحتياجات الإدارية والإخلاء الطبي لفرد مصاب من مانع إلى آخر، كما يتم استخدام الكباري المعلقة للعبور من قمة مرتفعة إلى أخرى. هم أبناء العسكرية المصرية العريقة، نخبة من المقاتلين. تقوم الآن الهليكوبتر 124 بتأمين خروج الأوجستا. الجدير بالذكر أن هؤلاء الطلبة المقاتلين من الأكاديمية والكليات العسكرية مؤهلون بفرقة الصاعقة الراقية ليلتحق منهم عقب تخرجهم بقوات الصاعقة لتنفيذ مثل تلك المهام.